يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قبلها يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا على رسول الله بكل شيء، حتى بالمشي، حتى بصلاتك. احنا عندنا في مدرسة أهل البيت إذا تصلي حتى قبر الرسول تترك قبر الرسول خلفك وتصلي صلاتك باطلة. هذه موجودة عند أهل البيت، وبالنسبة لكل معصوم إذا صليت وتركت المعصوم وراءك صلاتك باطلة، إذا صليت وتركت المعصوم وراءك صلاتك باطلة، إذا صليت وتركت المعصوم وراءك صلاتك باطلة، صلاتك مو صحيح. الآن قف عند رأس رسول الله، إذا تقدمت اشبر، اشبر تقدمت، ها؟ نصف متر صلاتك باطلة. إذا تقدمت اشبر، اشبر تقدمت، ها؟ نصف متر صلاتك باطلة. لازم ترجع، لازم ترجع، لازم رأس الرسول يكون أمامك، لأن هو إمامنا، نبينا وإمامنا، حيا وميتا.